عندك مقله في الدار ولكن كتخسر لك الطياب، الحل ديالك مع هاد المقله ما غتبقاش تعاني مع هاد المشكل. اهم حاجه هي انها ما كتلصقش الماكله، واللي طيبتيها كتخرج طريه وما محروقاش. والوعره هي انك تقدر تطيب ربعه ديال الوجبات في لحظه واحده، خصوصا الناس اللي كيديو غداهم للخدمه بلاص ما تستعمل ربعه المقالي وتزيدها بالروينه في الكوزينه. مع هاد المقله يمكن لك طيب الكبسه بالبيض، الحرشه والبغرير والبرجر والاومليت وبزاف الوجبات في لحظه واحده. كتوفر عليك الوقت والروينه، وتقدر تاخذها لراسك ولا لمراتك ولا حتى والديك، لانها مهمه في الكوزينه وعمليه، حيت مصنوعه من الالومنيوم والمقبض ديالها صنعوه من البلاكيت اللي كيعزل الحراره، وما تخافش تحرق الام ديالك او مراتك واخا تكون كطيب فيها، سواء عندك فران الغاز ولا حتى ديال الضو. مناسبه في الطياب مع جميع انواع الفرارن، سهله في التنظيف، غير شويه ديال المنظف وغسلها بالماء وهي تنقات ولا تجهز للطياب عاوتاني. توصيل بالمجان في جميع انحاء المغرب.